السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أيامكم وليلكم بكل خير. ما زلنا في موضوع الأسر المتعففة، بعض النقاط المتبقية أطرح بعض النقاط المتعلقة بطبيعة الصدقة والزكاة. البعض يتصدق ويزكي بدراهم معدودات يوزعها على عدد كبير من الناس، يعني 100 ريال، 200 ريال، 50 ريال، المبلغ جيد كبير، لكن يقطعه بطريقة تجعل منه يعني مبلغ غير مفيد غير مثمر. الأفضل أن يكون المبلغ مجزي للمحتاج. فعلى سبيل المثال إذا كان عندك مبلغ 10 أو 20 ألف ريال، على سبيل المثال، بدل ما توزع 20 ألف على 100 شخص مستعطي أو ممن يتسول ويجمعون عندك وتصير مظاهرة، وزع 20 ألف ريال هذه على 4 أشخاص، أشخاص تعرفهم، تعرف أنت على حالاتهم تماما، يعني مش واحد يجي من الشارع يطق الباب يقول لك اعطني فلوس، ويكونون الأشخاص هؤلاء يعني من الأقارب، من الأهل، من الجيران، من المعارف، أشخاص تعرفهم تماما، وهذا أفضل من الطوابير، أناس لا تدري من أين يأتون ولا أين يذهبون. وهذه إشكالية، إشكالية أمنية وإشكالية اجتماعية، أمنيا واجتماعيا، ولها تفاصيل صراحة. لذلك أنا أنصح أن تكون الحالات أنت مطلع عليها، وقفت عليها، رحت بنفسك، تعرفت على الحالة وتأكدت منها ودفعت المبلغ بيدك. والأصل في الزكاة أنك تعف هذا المتعفف أو هذا المسكين أو هذا الفقير أو أحد مصارف الزكاة لمدة عام. بمعنى آخر أن 20 ألف هذه تعطيها لشخص واحد، هذا هو الأصل. وطبعا 20 ألف ما تكفي لمدة سنة كاملة، 50-60 ألف. أنا أتحدث عن الأشخاص اللي زكواتهم بالملايين أو بمئات الألوف، ما أتحدث عن الشخص العادي اللي زكاته على قده، ادفع ما تستطيع. فالشخص اللي زكاته قوية ومجزية جيد أنه يعف الإنسان لمدة سنة كاملة، إيجار وكهرباء وأكل. فإذا كفيت الإنسان بشكل كامل لمدة سنة، يبدأ هو في عملية التفكير، التفكير الإيجابي، يعني بدل ما يفكر كيف يسدد الإيجار ويسدد الفواتير وكيف يأكل ويشرب، يفكر كيف ينتج، يعني يعمل، كيف يطور من نفسه، كيف يحافظ على هذا المستوى من المعيشة بعد ما من الله عليه عز وجل بهذه النعمة. وترى هذا هو المقصد من الزكاة، هذا هو المقصد من الصدقة. مش المقصد أنك تعطي واحد 10 ريال 5 ريال ما تكفيه. وأنا ذكرت هذا لبعض أهل الزكاة، هذا زي اللي عنده نار يطفيها كأس، إيش سوى في الموية؟ وضع كأس الماء هذا في البخاخ اللي يبث المياه، يعني ما صبها صب، إذا صب الكأس على النار طفت. لكن هذا شو يسوي؟ حط له صهريج، صهريج يعني وايد موية ضخم، ماسك البخاخ يبخ، وكل ما رش على النار تبخر الماء، كل ما رش على النار تبخر الماء. الموية هذه يطفيها كاس، لكن هو فرغ واية موية كامل عشان يطفي هذه النار وما استطاع. هذا هو التشبيه الأمثل للي يوزع زكواته على 100 ريال و50 ريال على 100 ألف شخص، بعضهم غير مستحق. أعطه مبلغ مجزي، يؤجر ويستفيد، يشتري له سيارة، يستثمر فيه، مبلغ لسنة، كم يكفيك لسنة؟ يعني إذا افترضنا أن الأسرة مكونة من 4 أشخاص، كم يكفيها لسنة؟ نقسم المبلغ أو نضرب المبلغ الشهري على 12 شهر وخلاص، هذه الأسرة كفيت، يعني انتهينا منها، قفلنا وحلينا مشاكلها بنسبة 100%، ما تستعطي، ما تحتاج. فهذه هي الطريقة الصحيحة لدفع الزكاة، مش بالبخاخ، ما ينفع.
لكن يعذرني اللي يستخدم البخاخ هذا، يعني هل القصد والهدف الاستعراض وتجميع الناس، وانه والله انا عندي صدقات وعندي زكوات وانا رجل خير، ام القصد اعفاف الناس واكرامهم؟ لان اساسا لما تكرم الشخص تجي لعنده وتعطيه بالسر افضل. نعرف بان لصدقة العلن اجر ولصدقة السر اجر، لكن صدقة العلن ترى لها شروط. يعني انت تتصدق في العلن حتى تبين للناس ان في خير وانه لابد ان نقوم بهذا الدور وهذا العمل، فيظهر الإنسان الصدقة بالقدر الذي يفي بتذكير الناس وإشاعة الخير في المجتمع. وش يسويها مسرح أو سيرك وشغال كل سنة وفاتح له مخيم يوزع 100 ريال؟ هذه مش مفيدة. يعني ممكن أن تجيب 100 ريال كيس رز مع دجاجتين ثنتين، لكن مش هذا المقصد ولا هذا الهدف من الزكاة. القصد هو أنك تعف هذا الشخص من السؤال والمسألة وإراقة الوجه بالطلب والسؤال من الناس، وهذا القصد ما تحقق. يعني هو يأخذ 100 ريال من هنا ويطلع يروح يأخذ 100 ريال من واحد ثاني ويظل صاف سيد طول شهر رمضان ورا الناس. طبعا هذا على افتراض أن معظم الناس يوزعون صدقاتهم في شهر رمضان. ما لحقنا على الصدق، ومعليش مسافرين الله يحفظكم ويبارك فيكم، مساك الله بالخير. ما يرد ما شاء الله، مسجد جميل. لمن يسأل المتعفف ليه يرفض المساعدة دامه محتاج؟ هو لا يرفض المساعدة، لكن لا يتقبلها على أنها صدقة أو إعانة أو زكاة. بمعنى آخر، قدمها لك هدية، ضعها له في علبة، ضعها على الطاولة عند الجلسة، قدمها له في بوكيه خاص. ما يكلف ترى البوكيه قيمته 3 ريال، تبغى تحطه في بو 300 بو 3000 حر، لكن أنا أعطيك الخيارات. فالقصد ما فيه أنه لا يريد أن أحد يمن عليه بالصدق، لا يريد أن يشتهر عنه بأنه محتاج أو بأنه فقير، وهو يسعى لاستعادة موضعه أو موقفه المالي، بخلاف من اعتاد على التسول وترك أو جعل هذه وظيفة له. هذا غير وهذا غير، ولا الفقر في حد ذاته ليس عيبا، لأن موضوع الحاجة أو ضعف الجانب المالي هي أرزاق من عند الله عز وجل مقسمة بين الناس. وسأتحدث بإذن الله عز وجل في المستقبل أو في فقرة أخرى بإذن الله عن موضوع دورة المال بين الناس. سؤال، هل الأنظمة تظلم الفقراء والمساكين والمعوزين؟ لا، القضية مش الأنظمة تظلم، ولكن هناك سوء تفسير النظام، عدم قدرة على استيعاب روح النظام أو القانون أو الهدف منه. قد يكون هذا النظام قاصر زي ما يكون في بعض الدول الغربية، فيظهر لنا شيء أو مجموعة تسمى هومليس. الهومليس هم اللي ما عندهم منازل، يعني عندك مشكلة مالية، فقدت بيتك، فقدت سكنك، مالك ضمان، مالك أي دعم، تنام في الشارع. طبعا هذا في الإسلام ما في شيء اسمه تنام في الشارع، ما في شيء ما حد يساعدك، ما في شيء ممنوع مساعدة. لا، في نظام وفي أخلاق وفيه أساليب وطرق. يعني أنت بدل ما يعني تروح كذا وترمي فلوسك، لا، تذهب بشخص أنت تعرفه تماما تعطيه بيده. فاض عندك مال وأنت غطيت أقاربك وأسرتك ومن تعرف، تذهب للجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية تغطي الجوانب الأخرى اللي أنت ما تستطيع أنك تغطيها، أو الحالات اللي أنت لا يمكن أن تتعرف عليها. هل هذا يكفي وستحل جميع القضايا؟ لا، سيبقى أناس لا يمكن الوصول له، أناس سيستمرون في ضعف، وأناس سينحرفون. وهذه سنة الحياة، يعني ما هو بالكل سيكون غني، وليس الكل سيكون فقير، وليس الكل سيجد مساعدة أو مساندة أو دعم.
لكن المهم في نهاية هذا الفيديو أن نؤكد على أن المبلغ اللي يدفع يكون مبلغ مجزي، يعني من 500 فما فوق كويس. كسوة عيد يغطيها، تغطي احتياجات البيت لفرد أو فردين لمدة شهر كويس. فالأفضل إذن يعني 500 ألف 2000 بهذه الصورة، مش 10 و50 و15 و100، ما تكفي. وأكتفي بهذا القدر، لأن الجماعة أنا تأخرت عليهم كثير وكل شيء وقفتهم وأتعبتهم معي. شكرا لكم ولاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.